عز وجل أمرنا بأن لا نجتاز المسجد إلا ونحن على طهر، أما المجنب إذا اضطر إلى عبور المسجد يعبر منها الجانب إلى جانب، يباح للعبور، وإلا المكث بالمسجد ما يجوز. ولهذا يجب علينا إخراج النجاسة من المسجد، نبه لي. والحقيقة ترى مو بس يعني الجانب المادي في مساجدنا، أكو نقطة أرغب ألفت نظركم إليها، ترى المساجد الإسلام يحرص على أن تكون نموذجية، يعني مو بس نجاسة ما فيها، لا، جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم وأحاديث بيعكم وشرائكم. من تقعد بمسجد افترض أن هذا دار للعبادة، جاي تأدي به شعيرة عبادية، أديها واشعر أنك بين يدي الله وببيت الله، والله عز وجل أباح لك ضمن هالبيت أن تأدي طقوسك العبادية وتطلع، ما قال لك ابعد أنت وحول إلى دكان للبيع والشراء. بعدين لا تخلي مربض للسفهاء للصبيان، لأن المفروض بيت العبادة يجب تكريمه، يجب البعد به، لأن ما فرقت إذا صار البناء، إذا صار البناء تدخل به سفيه، ما سوينا شيء. يعني احنا كنا ننتقد المشركين بالجاهلية يطبون للكعبة يصفقون ويصدون، مو يقول القرآن الكريم يرسم حالتهم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يصفقون نعم ويصفرون بأفواههم. احنا ننقذهم، نجي في مساجدنا نطبق نفس النظرية، يعني نسمح للسفيه أو للطفل، أو نحول المسجد إلى مباءة للبيع والشراء،